السلام عليكم، سميتي نعيمة. كنسكن في لاج طوبة البراني. عندي 3 نتاع الوليدات، عندي عمر، عندي إبراهيم، عندي محمد. تزادوا لي هكا معاقين 3. عمر عنده 30 سنة، بالنسبة لإبراهيم عنده 21، محمد عنده 23. ودوكي كان عاني معاهم بزاف، لا من اي ناحيه، لا من المرض ديالهم، لا من كل شيء، من الصحه، من كل شيء الحاله ديالهم. واش غادي دابا؟ الاول هو هذا، كان عندي غير هو، ديته للرباط، صيفطوني من قال لك خصك تمشي للرباط، ديناه تما، داروا له جميع التحاليل، جميع كل شيء داروهم له، سكانيرات تاع الراس، كل شيء. قالوا لي هذا راه عندك غير الاول، بالنسبه للاخرين غادي يزيدوا مزيانين، الا زدتي عليهم ولدتي راه غادي يكونوا مزيانين. صافي جيت للدار، حملت بمحمد، تزاد عندي، كي تزاد في الاول ما بانش، حتى دار عام وشهرين بدات الحاله ديالو كتبان. يعني انا قبل ما يدير عام وشهرين حملت بابراهيم، هزيتهم كي تزادوا لي هكا، بقيت نستنى باش يحبوا، باش يتمشى، باش والو، هزيتهم عاود بثلاثه ومشيت طلعت للرباط، شدوني تما 4 شهور وانا في سويسي نعسه، نعست بهم تما. داروا لهم جميع التحاليل، جميع السكانيرات، كل شيء داروا لهم، كل شيء بغاو يعرفوا هذا الشيء باش، ولكن حتى حاجه ما بانت، حتى حاجه ما عرفوش واش هي الحاله ديالهم، واش هي ما عرفوهاش. باهم درك متوفي، راه مات باهم 2009 ملي توفى، ودرك ما كبروا لي وما بقيتش نقد لهم المصاريف بزاف. ليكوش لهذا هو بعد المرات كنديروا له ليكوش، كيمرض لي العمليات، شي 3 ديال العمليات العينين، هذا درت له 2 ابراهيم، هذاك درت له 1، هذا دار 1. كتجيهم واحد الاخر، كنقول واحد الكيس كيجيهم، يجيهم ب3 في العينين. درت لهم العمليه، ماديا درك المشكله الماديا ما كاينش، ايوا ماديا ما كاينش، حتى حاجه درك بغيت زعما هكا اللي يساعدني واللي يعاونني، واللي راني عانيت بزاف بهم، بزاف ماشي شويه. كنطلب من جلاله الملك الله ينصرو، والله يجعل ربي يشافيه لوليداتو، يشوف لي في هذه الحاله نتاع وليداتي ويعاونني عليهم، راه حتى باهم توفى ما كانش اللي يعاونني، ونطلب من المحسنين يعاونوني، الله يجعل ربي يحفظهم، والله يجعل ربي يعاونهم.